فيهاش فن كتير، ومعظم الحاجات رمناها قبل كده، لكن بنظبطها في الأماكن بتاعتها على أساس إن لو افترضنا يعني إن كان في سؤال وأنت عاوز تجاوب عليه فتبقى أنت عارف رأس الموضوع من رجليه ممكن يمشي إزاي. لكن هتحس إن معظم الحاجات دي متقالة قبل كده وإنك أنت غالبا سمعتها. البلورال ديزيزز اللي عاوزين نتكلم عليهم هم نمرة واحد البلورال تيكنينج والبلورال بليكس وبعدين كلاسيفيكيشن بعدين افيوجن بعدين امبايما بعدين برونكوسوركس بعدين برونكو بلورال فيستولا وبعدين بناين نيو بلازمز وبعدين مالجنم نيو بلازمز. غالبا البلورا ما عندهاش بناين نيو بلازمز، بس theoretically speaking ينفع يطلع منها الألبوما وينفع يطلع منها النيوروفايبروما والمنجوم والكلام ده كله اللي هو غالبا ما بيتشافش in the clinical practice. لكن we have to say ان في plural benign new class and most of the plural lesions are malignant. أول واحد فيهم اللي هو البلورال بليكس، وده هو على قد ما هو سهل لكن صعب جدا في التشخيص، وساعات يعمل مشاكل جامده لو كان اكستنسيف بلورال بليكس. البليكس ديت عباره عن فايبرس تيشو او كونكتيف تيشو ادى الى ان اجزاء معينه من البلورا تبقى ثيكند، والثيكنينج ده هو في موست اوف ذا كيسز ليه علاقه بالاسبستوس اكسبوجر، وحوالي اب تو 60% من الناس اللي بتشتغل في الارضيه دي بيجي لهم بلورال بليكس. البليكس علشان تتشخص لازم حاجات معينه. نمره واحد انها تكون انتربتد، يعني ما يكونش ديفيوز بلورال تيكنينج من اول لاخر، ما ينفعش، لازم تكون حته وبعدين حته طبيعيه وبعدين حته ثانيه. الحاجه الثانيه انها بتكون in most of the cases contains calcium. نتيجة إنها لها علاقة بالـ exposure دوت وكده. أسهل طريقة على الإطلاق عشان تشخص بيها الـ pleural plaques إنك تبص على الديافرام، لأن الديافرام متغطي من فوق بـ pleura. مشكلة الـ pleural plaques اللي في أي حتة هنا إنها تيجي على اللنج وتفتكر ان هو بالمونري باثولوجي وهو مش كده خالص. لكن لما تبص على الدايفرام وتلاقي النقط ديت سهل قوي عليك بعد كده انك تفسر الحاجات اللي موجوده على اللنج زي ما هنشوف بعد كده. يعني مثلا هنا لو انت بصيت على الشيست دوت كده هتقول بقى ان في انترستيشن وباستيز وان في نوبيولز وتدخل في متاهه جامده جدا ملهاش علاقة أصلا بالتشخيص. لكن whenever you look to the surface of the diaphragm وبعدين تلاقي البقع ديت والخطوط فتعرف إن المشكلة اللي أنت شايفها دي كلها عبارة عن pleural pathology. ولو عملت CT هو دوت the classic appearance of the plaques. They are interrupted، كلهم مش بنفس التخانة، في حاجات قصيرة وفي حاجات طويلة، في حاجات فيها كالسيوم وفي حاجات ما فيهاش كالسيوم. And these plaques are absolutely benign. فلما بتكون البليكس موجودة على الدايفرام بيسهل عليك جدا هذا الموضوع. When you look here and you see multiple pleural plaques مغطي الدايفرماتيك كوبي. أما البطش اللي أنت شايفها ديت in the lung and they are pleural plaques. ولكنهم على الكوستا اللورا وانت شايفهم سوبر امبوزد على اللان، وبالتالي هيحصل عندك متاهه في التشخيص. في بعض الاحيان البلورال بليكس بتبقى اسوشيتد معاها حاجه اسمها راوند اتلكتسز، واحنا هنتكلم عليها بعد شويه. والاتلكتسز ديت من ضمن الكرايتيريا بتاعتها انها تبقى مشرشره كده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. Thank you.
فترتين ثلاثة دولت اسمهم اتلكتاسيز. اتلكتاسيز معناها سكار ان ذا لانج، يعني كان حصل هنا انفكشن او تروما او سيرجري او اي حاجة ادت الى دامج اوف ذا لانج تيشو، and by time هذا الدامج خف وساب مكانه اثر، وهذا الاثر اسمه اتلكتاتيك باند. لكن في السي تي لو انت بصيت هتلاقي ان البلورا اتثكن، الحته اللي احنا بنشاور عليها دلوقتي البلورا اتثكن، and there is كورة فيها همسه كده من الاير برونكوجرام وعندها الخطوط ديت اسمها هيري يعني زي الشعر يعني هيري بليك. لو انت عندك هاي ريزوليوشن سي تي واخد صور بعناية شديدة وكده، لان كان سي ذا بلورا، البلورا الطبيعية ممكن تشوفها. بتشوفها ليه؟ لان قبلها هواء اسود وبعدها فات اسود، فبره البلورا في شوية فات اللي هو اسمه اكسترا بلورال فات، ودوت غالبا اللي بيطلع اللايبوما اللي بيقولوا عليها بلورال لايبوما. Then you can see the pleura as a line dense between two hypodensities اللي هما the fat, the air in the lung and the fat in the extrapleural space. يبقى علشان نشخص ال pleural plates في frontal chest X-ray ممكن يبقى صعب علينا، لأن بتشوفها كأن هي masses أو patches in the lung. ومن الحكمة الشديدة انك انت لما تلاحظ الحكاية ديت انك تبص على الدايفرام فتلاقي ان في بليكس على السيرفس وده دايفرام، فتقول ان دول غالبا ريليتد لكده، وبعد كده هيبان الحكاية افضل بالسيتي. سواء كانت البليكس كالسيفايد او مش كالسيفايد ما بتفرقش معانا، معظمها ريليتد ل الاسبستوس، لكن الناس بتقول ان الكالسيوم غالبا ليه علاقه بسيطه جدا بالتي بي. فلو انت بصيت هنا بدقه شويه هتلاقي ان في كالسيوم داخل الحدود بتاعه الريبس، this calcium is present in the pleura، وكذلك الخط دوت عباره عن كالسيفيكيشن في البلورا، وفي شويه افيوجن، وفي الاتلكتسز اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها راوند اتلكتسز. ليه اسمها راوند؟ عشان هي كوره، لكن الاتلكتسز بصفه عامه بتكون خطوط، يعني بتكون خط رفيع خط تخين شويه، لكن الراوند اتلكتسز بتبقى مدوره، وهنقول ازاي تعرفها. Then if you look here you see في بلورال بليك كالسيفايد، وفي واحده هنا وفي واحده هنا وفي واحده مش كالسيفايد وفي اثنين كالسيفايد، ديت اسمها بلورال بليكس. والبليكس benign lesions can be calcified cannot be calcified. لما تشوف الوحده الكبيره ديت في الشيست اكس راي هتتلخبط مليون في المية هتتلخبط، لكن زي ما قلت لك بص عند الدايفرام فتلاقي الموضوع ابسط من كده بكتير. نيجي للحاجه الثانيه وهو الافيوجن. الافيوجن معناه ميه عاديه in the pleural cavity. والإفيوجن عشان يبان في الشيست اكس راي لازم يكون، لو كان فرونتال اكس راي لازم يكون الإفيوجن في حدود 200 ملي، يعني قد كوباية الشاي. وفي اللاترال اكس راي يكون 75 ملي بس عشان تعرف تشوفه في اللاترال اكس راي. السبب في كده ان البوستيرير كوستوفرينيك انجل اعمق بكتير من اللاترال كوستوفرينيك انجل، وبالتالي بتقدر تشوف فيها الميه اللي مستواها اقل. والصوره ديت الحقيقه من الصور المعبره جدا، انك انت في الفرونتال اكس راي ده حدود الكوستوفرينيك انجل اللي على جنب اللاترال، لكن البوستيرير كوستوفرينيك انجل از مور ديب يعني عميقه، وبالتالي لما يكون في ميه هتنزل هنا الاول قبل ما تروح هنا، فانت عايز تشوف الميه بكميه اقل يبقى في اللاترال فيو، لكن عشان تشوفها في الفرونتال فيو زي دوت كده لازم تكون تجاوزت الايه ال 200 مللي.
ايام زمان زي ما قلت لحضراتكم كان عندنا لما تعمل شيست اكس راي وبعدين تلاقي اللي احنا بنسميه بلانتنج اوف ذا كوستفريك انجل، يعني زاويه غير حاده زي الناحيه دي كده، ديت زاويه مش حاده وفي زي بلورا ثيكنج كده على جنب، فتعتقد ان في هنا ميه. لما تبص في اللاترال فعلا تلاقي الكوستفريك انجل اللي ورا مقفوله بالفلويد. ان whenever you need عشان تكونفيرم التشخيص لو انت مهتم قوي بالحكايه ديت، تعمل بيكيوميتس بوزيشن، تنيم العيان على جنبه اللي بيوجعه اللي هو الجنب الشمال، فتيجي الميه ماشيه في البلورال سبيس. قلت لك دلوقتي ان البوزيشن دوت تراجع بشده نتيجه ان الالترا ساوند دلوقتي بيحل المشاكل ديت بمنتهى البساطه. الميه لما تتكون في البلورال سبيس وانت بتصور المريض وهو واقف لازم تعمل الحرف دوت. اي سيرفيس بتاع الميه لازم يكون مقعر من فوق اللي هم بيسموها the meniscus sign. معنى كده انك انت لما تلاقي في ميه او في opacity ان هو لكن السيرفيس بتاعها قابب لفوق تعرف ان ديت مش effusion، يعني ممكن يكون effusion بس معاه حاجه ثانيه، او كان السيرفيس بتاعها خط مستقيم برضه تعرف ان دوت لا، لازم يكون meniscus sign اللي هو الكونكيف بورد. طيب ايه هو اسباب البلورال افيوجن؟ او الاول انواع الافيوجن، يعني ايه انواع السوائل اللي ممكن تكون في السبيس دوت. اول حاجه الميه، والميه ليها اسباب كتيره جدا هنقولها دلوقتي. وبعدين الصديد لو كان في افيوجن وبقى سكندري انفكتد، او من الاول دخل صديد من اللنج على البلورال سبيس، او الدم زي ما شفنا في التروما ان قلنا اي واحد مخبوط وعنده فلويد في البلورا لازم تعتقد ان دوت هيموسوكس، او القايل، والقايل معناها لمف، واللمف بينزل في البلورا لما ثراس الضغط تتسد، وثراس الضغط زي ما انتم عارفين بتيجي الليمفاتكس بتاعت اللور لمس بتطلع تتلم كلها في البطن في حاجه اسمها سيسترنا كايلات، وبعدين السيسترنا كايلات دي موجوده في الابر ابدومين بتفضي الليمف عن طريق ثراس الضغط اللي بتمشي تو ذا ليفت سايد اوف ذا فيرتبرا لحد لما توصل الى السبكريفيال فين وبعدين تكب الليمف جوه. لو حصل اي اوبستراكشن لثراس الضغط هترجع الليمف اللي جواها في أي حتة تنفع يرجع فيها، فتنفع ترجع في البلورا، تنفع ترجع على الكدني، تنفع ترجع في حتت كتيرة جدا زي ما هنبقى نقول لما نتعرض للليمفاتيك سيستم. دولت أسباب البلورال افيوجن. أي حاجة فيلير في الثلاثة الكبار قوي اللي هو الكدني والهارت والليفر يؤدي إلى مية في السبيسز المعروفة زي البلورا زي البريكارديوم زي البريتونيوم. فالكونجستيف هارت فيلير والكرونيك رينال فيلير والليفر سيل فيلير كل دوت يؤدي إلى وجود المية جوه البلورال كافيتي. كمان في حاجة اسمها بارانيمونيك افيوجن مشهور جدا في الأطفال. العيال لما يجيلهم نمونيا على طول الانفكشن او الانفلاميشن دوت يسمع في البلورا فتعبي البلورا ميه. ومشهور برضو في الكبار زي ما قلت لحضراتكم ان الناس اللي عندها نمونيا ممكن يبقى معاها انفيوجن، وكذلك الناس اللي عندها انفاركشن نتيجه البلمونري امبوليزم وممكن يكون عندهم انفيوجن. في اللنج لو في تيومر بروكوجينيك كارسينوما ممكن يعمل ديفيوجن، او في بلورال تيومر زي الميزوسيوما هنقول عليها بعد شويه ممكن يعمل كده. دولت الاسباب بتاعت ان الديفيوجن يكون موجود. عليكم السلام. الديفيوجن بينقسم الى ثلاث انواع او ثلاثه تايبس او ثلاث درجات، مايلد ديجري، وكلها ملهاش مقاسات، كلها سبجكتيف. يعني لما تلاقي شويه فلويد كده سفيفين تقول دوت مايلد افيوجن، لما تلاقي الافيوجن كبر حبتين اسمه مودريت افيوجن، لما يكون الافيوجن كده اسمه ماسيف. ماسيف افيوجن يساوي اندرلاين مالجنسي، كل الناس متفقين على كده.
ان المايلد والمودريت افيوجن ممكن يعدي من غير مشاكل، لكن ماسيف افيوجن ان كونسيدر ان اندرلاين مالجنسي، ودوت لازم يعمل سي تي علشان نعرف ايه المالجنسي اللي تحتيه، اللي هي غالبا بتكون برونكوجينيك كارسينوما او تكون ليزوسيوم. يبقى اذا مايلد ومودريت ما فيهمش مشكله، وهي تيرم سبجكتيف، يعني انت اللي بتحس كده اذا كان دوت مايلد ولا مودريت. اما الماسيف دوت خطر جدا، ان شود بي كونسيدرد علشان نبص تحتيه. الافيوجن يوجوالي زي ما وريت لحضراتكم لما يتكون بيعمل المنسكس مايل، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن كونكيف ابر بوردر والجفتوت. في الاطفال لما يكون في افيوجن بيمشي على جدار الشيست وول، وعشان كده بيسموه لاميلا بلورال افيوجن. وكنت انا في مؤتمر مع الجماعه بتوع البيدياتريك، قالوا لي دي معروفه بالنسبه لهم كويس، ايه السبب؟ عليكم السلام ورحمه الله. السبب بالنسبة لي مش معروف، يعني ما عندناش تفسير بيقول ليه الإفيوجن في الأطفال بيسرح على الشيست وول. مش في كل الأطفال، لكن في معظمهم بيكون عندهم إفيوجن بيبقى أوف ذا لاميلر تايم، لكن الناس الكبار الإفيوجن بيكون المينيسكس ساين زي ما احنا عارفين. طب افرض بقى الإفيوجن في الكبار كان لاميلر تايب، يعني سارح على الشيست وول، and this effusion is insistent. طالما الإفيوجن سرح على الشيست وول يبقى insistent. في الكبار، في الصغيرين الإفيوجن عادي جدا بيسرح على الشيست وول من جوه. An insistent effusion is most likely secondary infected. يعني الإفيوجن الطبيعي اللي هو عامل المينيسكس ساين غالبا بيكون ميه عاديه، ومدخل فيه ابره يطلع ميه تشبه اليورين كده. لكن الافيوجن لما يكون انسيستد كده على طول تعتقد ان ذس از سكندري انفكتد، يعني بقى المايه. دي نقطه مهمه. امتى يكون الافيوجن انسيستد ومش انفكتد؟ لما يكون في الماينور فيش. الافيوجن اللي انسيستد في الناس الكبار وموجود في الهوريزونتال فيشر دوت الوحيد اللي ممكن يكون انسيستد ومش انفكتد. وازاي عرفت ان ده هو افيوجن في الفيشر؟ لان هو كورسبوندنج تو ذا سايت اوف ذا فيشر، وان هو اليبتيكال ان شيب، وان هو في اللاترال فيو كورسبوندنج برضه تو ذا سايت اوف ذا فيشر. يبقى الانسيستد بلورال افيوجن ان ذا ماينور فيشر مش لازم يكون انفكتد، ولكن الافيوجن اللي انسيستد على الشيست وول ممكن يكون انفكتد. لو عملت سي تي الميه معروفه، بتلاقي الافيوجن، وفي السي تي زي الاكس راي زي كله لازم يكون فيه المينيسكس ساين. الافيوجن كلير ووتر دنسيتي، ما عندوش جواه سبتيشنز، ما عندوش انهانسمنت اوف ذا وول. لان لو انت حقنت الافيوجن والجدار بتاعه خد صبغه، معناها على طول ان في انفكشن وان دوت خراج وليس افيوجن عادي. ماسيف افيوجن شود ريز ذا بوسيبيليتي اوف ان اندرلاين مالجنسي. اول ما تلاقي ماسيف افيوجن لازم العيان دوت هيعمل حاجه من اثنين، يا اما يحط انتركوستال تيوب تفضي الميه فتشوف ايه اللي تحتها، يا اما يعمل سي تي علشان تقدر تشوف ايه اللي تحت الميه الكتيره دي. مره ثانيه، ماسيف افيوجن از سسبيشس، هايلي سسبيشس اوف ان اندرلاين بلينس. طيب افرض واحد عنده افيوجن وانت صورته وهو نايم على ظهره، وبيحصل الحكايه دي كتير في الاطفال، كل ما تحب توقف العين ما يرضاش او يعيط او فتضطر تعمل شيست اكس راي وهو نايم على ظهره. لو حصل كده الميه هتتفرش تحت اللنج او فوقيها، وبالتالي لما تعمل الفيلم هتلاقي جهه من الشيست متغبشه كده، بس انت عارف ان دوت مش نمونيا، لانك انت يسي
ده vascular markings. جوه النمونيا you cannot see the vascular markings on the lung. معنى كده ان this is not a pulmonary parenchymal lesion ولكنه في البلورا او في الشيست وول. يبقى في الوقت دوت لازم الفني او يتكتب على الفيلم ان دوت سوباين فيلم علشان انت ما تغلطش وتفتكر ان ده حاجه التهاب او حاجه زي كده. فمثلا دوت مريض مكتوب عليه سوباين والحته ديت جراوند جلاس كده معناها ان this is fluid. ولما توقف المريض طلع فعلا ان في هيدرونوموثوركس ان في هواء وان في ميه هما الاثنين موجودين in the left side وهما الاثنين زقين الهارت to the opposite side. نعم. مفيش كونكيف. ايوه لانه نايم. الكونكيف وهو واقف. بعض الناس بيبقى مهم جدا موضوع الديتكشن اوف انفيوجن بالنسبه لهم، وانت في الامتحانات النقطه ديت مهمه جدا بالنسبه لك، انك انت الانفيوجن ممكن يكون تحت اللنج ما يكونش في الكوستوفرينيك انت، يعني يكون تحت اللنج اسمه سب بالمونري انفيوجن. بتعرفوا ازاي السب بالمونري انفيوجن دوت؟ بعلامتين. نمره واحد كان الديافرام اعلى من الطبيعي. نمره اثنين القبه بتاعه الديافرام اتزحزحت لبره. يعني لو انت بصيت على الديافرام القبه بتاعته هتلاقيها في النص بالظبط في نص المسافه دي، لكن لو انت بصيت على القبه دي هتلاقيها متزحزحه لبره. اول ما تلاقي القبه بتاعه الديافرام عليت واتزحزحت لبره اعلى نقطه فيها ناحيه الشيست وول تعرف ان في ميه تحت الرئه اللي هو اسمه سب بالمونري افيوجن. ساعتها تعمل ديكيوبيتس فتخرج الميه من تحت الرئه الى الكوستوفرينيك انجل او الى البلورال كافيتي، او انك انت تعمل الترا ساوند فتشوف الميه دي. بس انت لما بيجي لك في الامتحان ويجي لك فيلم زي دوت كده مطلوب منك انك انت تقول ان ده سب بالمونري افيوجن. عرفت ازاي؟ نمرة واحد القابلة أعلى من الطبيعي. نمرة اثنين القبة بتاعتها is shifted laterally. shifted laterally اللي بره يعني ناحية الايه؟ ناحية الشيست وول. Then if you look to the frontal chest x-ray you can see that everything is good. لكن الزاوية ديت عميقة شوية عن الزاوية ديت اللي احنا بنقول عليها blunting. بالالترا ساوند you can see the traces of pleural effusion. لو كان مش باين في الفرونتال اكس راي وحتى لو كان مش باين في اللاترال اكس راي لانك انت محتاج 75 سنتي على الاقل عشان تشوفهم في اللاترال. الفيلم دوت كتير في الامتحانات اللي هو لما يكون عيان عنده effusion واسيتس الاثنين من بعض. فالخط دوت representing the diaphragm. الحاجة اللي قصاد الديافرام جوه البطن، الحاجة اللي ورا الديافرام جوه الشيست. فأنت عشان تفتكرهم anterior يبقى ascites، posterior يبقى pleural effusion. هي مفيش سهلة مفيهاش مشكلة خلاص. يبقى الخط دوت هو الديافرام اللي قدامه جوه البطن واللي وراه هو الافيوجن. الافيوجن عباره عن ميه في الام ار اسود في التي 1 ابيض في التي 2. فلما يكون السي اس اف ابيض يعني دوت تي 2 يبقى الافيوجن برضو هيكون ابيض. طب افرض كان هيموراجيك هيبقى ابيض في التي 1 وابيض في التي 2. ده الفرق بين الافيوجن العادي والافيوجن اللي هو انسيستنت. احنا قلنا ان الافيوجن العادي لما يبقى انسيستد تشك قوي ان هو بقى انفكتد ما عدا اللي موجود في الفيشل. ايه العلامات بتاعه ان هو بقى انفكتد؟ عندك حاجتين مشهورين جدا. نمره واحد انهانسمنت اوف ذا وول، انك انت تلاقي الجدار بتاعه واخد سوغه ان هو الجدار بتاعه مش واخد سوغه. نمره اثنين انك تلاقي جواه هواء، والهواء من العلامات الكويسه جدا في صالح الايه؟ في صالح الانفكشن. طيب يبقى معنى كده لما انت تلاقي بلورال افيوجن
تحين صبغه تلاقي الحرف بتاع الافيوجن واخد صبغه، الحرف اللي بره اللي هو البرايتال بلورا والحرف اللي جوه اللي هو الفيسرال بلورا، هما الاثنين واخدين صبغه. وبعدين تلاقي نقط هواء جوه الافيوجن تعرف ان ده هو سكندري انفكتد وان هو هيتحول دلوقتي الى امبايما. والامبايما ممكن تسميها بايوثوركس يجوز، تسميها بلورال امبايما يجوز، تسميها بيريلانت بلورايتس يجوز، كل ديت اسامي لحاجه واحده ان البلورا ديت ايه الفيوجن دوت ايه سكندري انفكتد. نقطه في غايه الاهميه بالنسبه لحضراتكم ان الافيوجن لما يتكون بيكون فري اوف بكتيريا، بعد حبه صغيرين لو كان جنبيه التهاب هتدخل البكتيريا الى هذا الالتهاب الى الافيوجن فتحوله يبقى قريب من الصديد. لما يتحول الى قريب من الصديد بيسموه اكسوديتيف ستيج، يعني هو دلوقتي ميه بس ايه متعكره فيها صديد. بعد حبه يبتدي يطلع جوه الصديد دوت خطوط اوف فايبرنس تيشو. الفايبرنس غير الفايبرس، الفايبرس ريجيد باندز ما تتقطعش وهي كومبليت ان انتربتد، اما الفايبرنس فهي انكمبليت باندز لو زقتها كده تتقطع على طول. ايه الفرق بين الاثنين دولت؟ انك انت في الستيج دي او الستيج ديت لما تحط قسطره فور درينج تقدر تدرين كل الكوليكشن، لكن لما يتحول الى اورجانيزنج ستيج ويبقى فيه فايبرس باندز جوه البلورا لما تحط قسطره تدرين شويه صغيرين والباقي يفضل زي ما هو لانه معزول بالسته عن بقيه الكومبوننتس الثانيه. الحكايه ديت بتاخد حوالي 6 اسابيع ان هو يتحول من الستيج الاولانيه الى الستيج الاخرانيه في 6 اسابيع. طيب الجبار جدا في الموضوع دوت انت ممكن ما تتخيلش هذه الحكايه هو الالتراساوند. الالتراساوند بيشوف السبتيشنز اللي جوه الفلورال افيوجن والسي تي ما يعرفش يشوفها. السي تي ما يعرفش يشوفها. طيب ايه فايده انك انت تشوف السبتيشنز؟ انك انت تعرف هيخف ولا مش هيخف بالقسطره، لان لو كانت السبتيشنز ده هي فايبرس مالكش دور في الموضوع دوت، وده المنظار خش بالمنظار نقطع كل السبتيشنز ده هي ونخلي البلورال سبيس حاجه سبيس واحد، نشفط الصديد اللي فيه وبعد كده نقلو اللنج ان هي ري اكسباند. ده اللي احنا بنقول عليه اللي هي الفايبرس ستيج اللي هو اورجنايزيشنال ستيج. انت ممكن بدل ما توجع دماغك الاولاني اسمه اكسوديتيف والتاني اسمه فايبرنس والتالت اسمه فايبرس، يبقى في واحد فايبرنس وفي واحد ايه فايبرس. خلاص الفايبرس دوت ريجيد باندز ما تقدرش انت كراجل بتاع اشعه تدخل قسطره فتكسر الباندز ديت وتدريب، لا ده لازم يدخل منظار يقطع الحاجات دهيت كلها علشان خاطر البلورا تكسباند. And this is an example اللي هو بيقول لك ادي سي تي وفي بلورال فلويد والبلورال فلويد الحرف بتاعه انهانسنج، معنى كده ان هو انفكتد لان جنبيه نمونيا. لكن الالترا ساوند ورالك اللي جوه الفلويد دوت سبتيشنز انت يو دونت سي باي سي تي، يبقى معنى كده ان الالترا ساوند از سوبيريور على السي تي وعلى الام ار في انك انت تشوف التحول بتاع البلورال افيوجن الى امبايوم. هتقول لي يعني ايه الفرق والحق دوت وكده؟ المشكلة رهيبة جدا مع الناس اللي بتشتغل انترفنشن، انك انت بيجي لك واحد وعنده جاله امبايما وبعد كده انا حسيت معايا من 10 ايام كتير يعني، واتحط له تشيست تيوب وفضوا كمية ضخمة جدا من الصديد
وبعد فتره اتبقى له شويه كده موجودين في البلورال سبيس، فقالوا له روح بقى خلي بتوع الاشعه يعملوها لك وحطوا لك قسطره وفضي لك الشغلانه دي. طبعا لو انا نبيه حبتين ارفض على طول، لان انا عارف ان انا احط القسطره مش هتنزل، هتنزل نقطتين صديد وخلاص على كده، لان دلوقتي في فايبرس سبتيشن. اللي انا عملته ايه؟ ان انا حطيت ابره وقلت اشفط، فلما شفطت جالي 10 سم خلاص انتهى على كده. دولت اللي هم في الكومبوننت اللي انا حطيت فيه الابره. لكن العيان دوت العلاج المثالي بتاعه هو المنظار، ان هو الدكتور يدخل بالمنظار جوه البلورا يقطع السبتيشنز ديت ويشفط الصديد عشان اللنج تبقى ري اكسباند. بتجي لك بقى الحاجه المشهوره جدا جدا في الامتحانات، ازاي تفرق ما بين الخراج اللي في اللنج والخراج اللي في البلورا. الخراج اللي في البلورا اسمه امبايما، والخراج اللي في اللنج اسمه خراج. عندك بقى كرايتيريا بالهبل علشان تفرق الاثنين من بعض. اول واحده فيهم ان الخراج اللي في اللنج مدور والخراج اللي في البلورا مطول. ليه بيطول؟ لانه ماشي في سبيس. الخراج اللي في اللنج مش ماشي في سبيس، بيكبر في جميع الاتجاهات. اما الخراج اللي في البلورا بيمشي جوه الايه؟ جوه البلورا، فبيكبر في نفس الاتجاه بتاع البلورا، فلازم هيكون ليه طول وليه عرض. اما الخراج اللي في اللنج بيكون هو كره وليها دايمتر واحد. الحاجة التانية حاجة اسمها split بلورا ساين، انك انت عند الحرف بتاع الليجن تلاقي البلورا بتتفرق اتنين. ايه هما الاتنين دولت؟ ذا فيسرال بلورا اند ذا برايتال بلورا. لكن عند الخراج ملوش دعوة خالص بالايه؟ بالقضية دي. الحاجة التالتة انك انت بما ان دوت بلورال ليجن فالزاوية بينه وما بين اللنج هتكون منفرجة. أما البلمونري ليجن الزاوية بينه وبين البلورا هتكون أكيوت، ودي أضعف ساين على الإطلاق، يعني ملهاش أي لازمة. لكن دايما تفتكر إن الخراج كورة والبلورا الإمبويما ليها طول وليها عرض. دايما تفتكر إن البلورا الإمبويما عندها سبليت بلورا ساين ودوت ما عندوش. بما ان دوت في البلورا بيبطط اللنج اللي تحتيه، فبيبقى عنده كومبريشن كونسوليديشن كولابس في اللنج اللي جنبه. لكن دوت اصلا موجود في اللنج، فما فيش جنبيه ولا كومبريشن ولا كونسوليديشن ولا كولابس. يبقى دولت ثلاث فروقات جوهريه. نمره واحد الخراج كوره ودوت مش كوره، ده عنده سبليت بلورا ساين ده ما عندوش، ده عنده كولابس لنج ودوت ما عندوش. طيب يبقى موضوع الزاوية يعني اسمعوا وفوتوا، بس انت ممكن انت في الامتحان بيحبوا يسمعوا قوي الكلام اللي هو دوت اللي هو عفى عليه الزمان وكده. الزاوية ما بين اللنج وما بين الامبايما اوبتيوز، الزاوية ما بين الخراج والبلورا اكيوت. أي حاجة جوه اللنج تعمل زاوية حادة، أي حاجة في البلورا تعمل زاوية منفرجة مثلا يعني. And this is the split pleura sign. انك انت على حرف الامبويما اللي تحت او اللي فوق هتلاقي البلورا تتقسم اثنين، اللي هو البرايتال بلورا والايه؟ والفيسرال بلورا. This is the classic appearance of pleural امبويما. ادي البلورا عند الحرف بتاع الليجن اتقسمت نصين، فيسرال بلورا and the برايتال بلورا. نقطة مهمة برضو للناس اللي بتشتغل في الانترفنشن، كتير قوي لما تشخص دوت امبايما تحط ابرة ما يطلعش صديد، يطلع فلويد زي بتاع البلورا على طول، بس انت عارف من الاشعة ان هو انفكتد بأمارة ايه؟ الانهانسمنت والانسيستنت، صح كده؟ امال ايه اللي طلعه كده هوت؟ الانتي بايوتكس. يعني عيان لما بيجي له فيفر وبيجي له ما اعرفش مين وبتاع ايه بيتعجن انتي بايوتكس، فمعظم الحاجات اللي فيه بتموت، وباي تايم ما بيكونش فيه صديد، بيكون فيه فلويد عادي جدا زيه زي التاني. ف
عشان كده كتير احنا بنحط ابر ما نطلعش صديد بمعنى الكلموسه، هتطلع صديد ريحته وحشه. لان if you see a pleural collection with enhancement of the wall in split pleural sign and you know that this insistent collection is infected, well infected ده هو اسمه امبويما. قلت لك انا ان من علامات الامبويما ان يكون جواها هواء، بس الهواء ليه ثلاث مصادر. يعني الهواء اللي جوه الامبويما ليه واحد من ثلاثة. اشهر واحد and the most common انك دخلت ابرة عشان تاخد عينة او تسحب شوية من الصديد دوت، فطبعا دخل منك هواء، ده اسمه اياتروجينيك. اياتروجينيك يعني بفعل فاعل، يعني انا او بتاع الشيست او اي حد من الجماعة دول حط ابرة، عقبال ما يشيلها يكون دخل نقطتين هواء. This is common. الحاجة التانية which is rare اللي هو infection by gas forming organism، يعني البكتيريا اللي هنا من البكتيريا المنتجة للغازات وبالتالي هتطلع هواء جوه الامبولي. الحاجة التالتة which is not that common اللي هو the development of bronchopleural fistula، يعني الانفكشن ده هو البرونكاي اللي جنبه فتحت على البلور، لما فتحت على البلورة هتدخل هواء جوه الافيوجن والعيان ممكن يكح صديد. يبقى ايه هما الاسباب التي تؤدي الى وجود هواء جوه الامبويما؟ ثلاثة. اول واحد اياتروجين، تاني واحد برونكوبلورال فيستل، ثالث واحد جاز فورمينج اورجانيزم. الامبويما لما تلاقي في الجدار بتاعها كالسيوم تعرف انها سكندري تو تي بي. مش معنى كده ان الامبويما العاديه مش ممكن تكالسيفاي، ممكن طبعا. افرض واحد جاله امبويما بارشالي دريند وفضل عنده شويه فور ييرز، ساعتها البلورال سيرفيس هيكالسيفاي. بس انت كل لما تلاقي بلورال كالسيفيكيشن في امبويما تعرف ان هي سكندري تو تي بي. التي بي تقريبا في مصر هو اشهر حاجه بتعمل الامبويما، وهو اشهر واحد بيعمل البرونكو بلورال فيستولا، وبيعمل حاجه اسمها امبويما نيسستانس. امبويما نيسستانس ديت يعني معناها ان الامبويما خرمت الشيست وول وطلعت على الشارع. يعني فضل تحفر في الماسلز بتاعت الشيست وول لحد لما فتحت خرم، والخرم بيشور الصديد بره من السكين. ديت المسمى بتاع الامبويما نيسستانس. اذا لما تلاقي امبويما وتلاقي الجدار بتاعها فيه كالسيوم تعرف ان most likely the underlying cause is TB. لما الامبويما تخرم الشيست وول وتطلع في الشارع دوت اسمها امبويما نيسستانس، وديت كومن قوي في التي بي. التي بي بياكل في الضلوع وبياكل في المسلز وبيقدر يحفر حفره في وكان زمان يقول لك لما يكون في امبويما وانت شاكك ان تي بي ما تحطش فيها ابره، لان مكان دخلت الابره مش هيقفل بعد كده، يروح الصديد خارج منه ويروح عامل فيستون على السكين على طول. كان زمان اند ذس از ان اكزامبل انك انت تلاقي في خرم في جنب المريض بيشور الصديد على طول. دوت اسمها امبويما نيسستانس. اند ذس از كومن قوي في التوبركلس امبويما، لما تلاقي كده صديد وخرم السكين وطلع على الشارع اسمه امبويما نيسستانس. طيب يبقى احنا قلنا الامبويما لما يطلع جواها هواء السبب بتاعه واحد من ثلاثه اللي هما ايتروجينيك او برونكو بلورال فيستولا او جاز فورمينج اورجانيزم، ودوت اخر واحد ذا ريرست اللي هو جاز فورمينج اورجانيزم. طيب ازاي تعرف ان في هنا هوت برونكو بلورال فيستولا؟ الاول الفيستولا هتدخل هواء، صح كده؟ كل ما تشفط الهواء يرجع تاني، كل ما تشفط الهواء والصديد يرجع مره تانيه. معنى كده ان المصدر بتاعه مش مقفول. فالناس اللي هم عندهم كوليكشن والكوليكشن دوت فيه هواء والهواء عمال يزيد بالرغم انك انت عامل افكتيف درينج وحاجات زي كده، then you suspect ان في the development of bronchopleural fistula. البرونكوبلورال فيستولا
ليها اسباب زي الانفكشن النمونيا بالذات النكروتايزنج نمونيا والانفاركشن والتي بي ممكن يفتح البرونكاس على البلورا داخل هوا. الايتروجينيك زي لما تشيل اللنج طبعا لما تشيل اللنج بتسيب البلورا يعني تعمل نمونكتومي بتسيب البلورال سبيس فالبلورال سبيس دوت بيكون معبي هواء من العمليه وبعد شويه خلاص الهواء بيروح والهيمي ثوركس بيكولابس لكن انت بعد سنه من العمليه ولسه في هواء معنى كده ان في برونكس مخرومه بتدخل على اللنج. الشيست تروما من الحاجات اللي بتعمل برونكو بلورال فيستولا والمالجنسز لو حصل مالجنسي في اللنج ممكن تفتح على البلورا. طيب انت شيست اكس راي ولقيت هواء وميه في البلور تعمل ايه؟ التشخيص هيدرو نومو سوركس خلاص؟ التشخيص هيدرو نومو سوركس. طيب ايه اللي عرفك ان دوت برونكو بلورال فيستولا؟ ايه اللي عرفك؟ ولا حاجة الا انك انت معاك بخور مخبي في جيبك وبعدين طلعته وحضرت العفريت فالعفريت قال لك دي برونكو بلورال فيستولا. لكن من ضمن الاسباب بتاعه الهايدرونوموسوركس ديفلوبمنت اوف برونكو بلورال فيستولا صح؟ طيب لكن السبب الرئيسي اللي على راس القائمه ان حد حط ابره او قسطره او انبوبه فدخل هواء مع الكلورال فلويد هم دولت الحاجتين اللي هم ممكن حد يكون عنده نوموسوركس والنوموسوركس يكون سكندري انفكتد وجاله فيجن عليه طبعا ممكن يحصل كده. يبقى كل اختصاصاتك في الموضوع دوت انك تقول دوت هايدرو نوموسوركس. ايه يا ابني بقى الاسباب ان هايدرو نوموسوركس؟ نقول بقى ممكن دوت برونكو بلورال فيستولا ممكن يكون هيتروجينيك ممكن يكون ترانسفورمينج اورجانيزم ممكن يكون نوموسوركس وبقى سكندري انفكتد عندنا حاجات كتير. طيب يبقى ايه هي البرونكو بلورال فيستولا كوميونيكيشن بتوين ذا بلورا اند ذا برونكا؟ حصل ازاي الكوميونيكيشن دوت ان الانفكشن ان في اللنج فتح على البلورا او الانفكشن في البلورا فتح على اللنج وخلى في واحده من البرونكاي الصغيره تسرب هواء جوه الكوليكشن دوت. طيب انت بقى لما حد يسالك ايه اللي انت شايفه؟ هايدرونوموسوركس. خلاص كده؟ لو كان انفكتد عرفت ازاي؟ عشان انهانسمنت اوف ذا وورد يبقى دوت اسمه مبينه والهواء اللي جواها دوت ليه مصدر من ثلاث مصادر اللي هما اتروجينيك جاس فورمينج اورجانيزم اند ذا برونكو بلورال فيستولا. بعد النيمونيكتومي لما الواحد بيشيل اللنج ازاي تعرف ان العيان دوت جاله برونكو بلورال فيستولا؟ ادي اللي ده there is less fluid or more air يعني لما تشيل اللنج الحته اللي سبيس فضي بيعبي ميه وشويه هيموريج كده وبتاع وشويه هواء بعد شويه كل ده بيروح ويبقى الهيموثوركس كولابس. الميه راحت والهيموريج راح بس الهواء مش راضي يروح يبقى معنى كده ان في برونكو بلورال فيستولا. او ذا ريشيو اوف اير تو ذا فلويد انكريز باي تايم المفروض الهواء والفلويد كل دوت يمشي الهواء او الميه بتمشي والهواء مش راضي يمشي. او appearance of air in a fluid filled hemithorax several months يعني بعد لما شلت البتاع كان ما فيش الميه بس بعد كذا شهر من العمليه راح طلع هواء وما حدش لمس العيان ولا قرب منه ولا دخل ابره ولا بتاع يبقى معنى كده ان هو برونكو بلورال فيستولا. مرة تانية. And this is in volume. عرفت ازاي؟ علشان الحرف بتاعها واخد صبغة وعاملة compression of the adjacent lung وفيها air fluid level. ايه سبب ال air fluid level دوت؟ واحد من ثلاثة. Iatrogenic, broken pleural fistula, and gas forming organs. نيجي بقى للراوند اتليكتس. الاتليكتس العادية عبارة عن خط. اما الراوند اتليكتسز which is rare ولكنها خطيره ليه؟ لانها بتتشخص برونكوجينيك كارسينوما
مع الاسف الشديد ده بيحصل كتير في الكلينيكال براكتس. كل الناس عارفين ان البروكوزين كارسينوما الحرف بتاعها مشرشر، فاول ما تلاقي حاجه الحرف بتاعها مشرشر تطلع على طول على الايه، على البروك. طبعا نيكست ستيب بايوبسي، تاخد بايوبسي المعمل يقول لك مفيش مالجنس، يقول لك اخذناها من حته غلط، عيد البايوبسي، عيد البايوبسي مفيش مالجنس، يقول لك يبقى نعمل بقى منظار عشان ما اعرفش ايه. يعني كميه فرق جامده جدا بتحصل للمريض بسبب هذا الخطا في التشخيص، اللي هو انك انت يتهيأ لك ان ذيس از برونكوجينيك كارسينوما. طبعا المنظر دوت واضح ان هو مش كده، لكن في مناظر بتبقى قريبه جدا من البرونكوجين. لكن الراوند اتليكتسس ديت ليها ساين مشهوره في الكتب اسمها الكوميت تيل. كوميت يعني مذنب، وادي المذنب اهوت وليه ديل. الديل بتاعه اللي انت ممكن تتخيله اللي هو مثلا حاجه زي كده، والسيرفس بتاعها مشرشر، لكن البيز بتاعتها تو ذا بلورا، والبلورا غالبا بتكون ثيكند في الحته ديت، واذا اسعدك الحظ شويه تلاقي جواها نقطتين ثلاثه هواء، يعني اير برونكوجرام. And if you look carefully here هتلاقي ان الدايفرام ده هوت متعرج شويه، وان الكوستوفرينيك انجل هنا هوت مقفول، وعلى الناحيه الثانيه برضو، وان في شادو موجود في الحته ديت، وده الاتليكتسز العادي. دوت الاتليكتسز اللي هو مثلا ده عيان عنده تي بي وعنده نوفيولار ريجنز اهوت وعنده سكار نتيجه التي بي. بتعمل سي تي لان سي ذيس ليجن اللي هو لازق في البلورا، السيرفس الجواني بتاعه هو المشرشر، يعني تلاقي خطوط 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 خطوط. والناس طبعا يقول لك دايما بيوصل الى فيسل او بيوصل الى برونكاس والكلام ده كله، لكن لو كان فيها اير برونكوجرام بيسهل عليك الموضوع. And this is the lesion اللي هو الراوند اتليكس. الكرايتيريا بتاعت التشخيص نمرة واحد ديفيوز بلورال ثيكنينج، ودوت مش موجود في البرونكوجين. نمرة اتنين فوليوم لوست، مش ديت حته كولابسد من اللنج، اتليكتسز يعني كولابس، يعني حته فقدت الفوليوم. لما فقدت الفوليوم الفيشر اللي جنبها هيتحرك، هيروح ناحيتها، لان يعني شايف الفيشر دوت في مكانه، الفيشر دوت نزل لتحت شويه، this is important. وبعدين الكومن تيل ساين انك انت تحس ان كره وطالع منها الديل دوت كده، الخطوط دي. يبقى when the criteria are fulfilled no further examination is needed to exclude malignancy. هي دي مشكلة الراوند اتليكتسز يا جماعة، انها دايما تترخم في البروكوجينيك، علشان الناس كلها عارفة ان البروكوجينيك الحرف بتاعها سبيكيوليتد. لكن عندك ثلاثة كرايتيريا، نمرة واحد بلورال ثيكنينج جنب الاتليكتسز، نمرة اتنين فوليوم لوس. الفوليوم لوس مش هيكون جبار قوي لانها مش حجمها كبير، وبعدين الكوميت تيل ساين. And this is round atelectasis. هنا هوت في بلورال امبويما وفي كولابس atelectasis of the underlying lung. And this should not be diagnosed على ان هو ماس او اي حاجه زي كده. ننتقل بعد كده الى النوموثوركس، والنوموثوركس بتاعت الاسباب بتاعته مشهور قوي بالسبونتينيوس. سبونتينيوس يعني معلوش سبب واضح، ودوت موجود كتير قوي في الناس اللي بتدخن. الناس اللي بتدخن عندها كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز، واللنج بتاعتهم بتبقى لوحدها فيها اير تراب وكده. وانا شفت ناس كتير، يعني مره واحده سيفير ديسنيا لدرجه دخل الانتنسف كير، مش عارف ما حدش لمسوه كده، وبعدين عملوا شيست اكس راي او سي تي طلع ماسيف نوموثوركس. اللنج اللي تحتيه ما هياش انفيزنتس قوي ولا مليانه بولي ولا اي حاجه زي كده، لكن سبونتينيوس نوموثوركس من الحاجات المعروفه قوي في الناس اللي هم المدخنين، والناس اللي عندهم برونكيال اسما، والناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بلمونري اير واي ديزيز، وبعض الحاجات التانيه، والناس اللي بتدخن الكوكين والكلام ده كله.
قلت لك في النوموثوركس ان هو في منه نوعين، نوع عادي ونوع اسمه تنشن نوموثوركس. النوع العادي اللي هو accumulation of air in the pleural space يبطط اللنج ناحيه الهاينا، يعني النوموثوركس لما يدوس على اللنج يخلي اللنج تروح ناحيه الهاينا ما تنزلش تحت. ودي نقطه مهمه جدا عشان نفرق بينه وبين حاجات كتيره قوي في البيدياتريك. وقلت لك في لما اتكلمنا عن تشيست تروما ان لو واحد عنده هيستوري اوف تروما وبعدين مش هتقدر تصوره وهو واقف، فانت مضطر تصوره وهو نايم، فتلاقي ان الكوستوفرينيك انجل دي اللي احنا سميناها ذا ديب سالكس ساين، وديت واحده من العلامات القويه جدا 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 وتيجي في الامتحان كتير. ذا ديب سالكس ساين معناها نومو سوركس في السوباين بوزيشن. طيب لما يبقى تنشن نوموثوركس يعني نوموثوركس اندر تنشن، يعني عامل ضغط. الضغط دوت عامل حاجتين، نمرة واحد displacement of the heart to the opposite side، نمرة اتنين depression of the diaphragm. فلو كان في واحد عنده نوموثوركس والهارت راح الناحية التانية والدايفرام نزل لتحت، معنى كده ان ده هو تنشن وان هو لازم يتفضى بسرعه، والا البريشر على اللنج السليمه هيبقى عالي والعيان هيفطس هيتخنق على طول. وتفضيه الهواء باي حاجه في وشك، يعني مثلا احنا بنتعرض للحاجات دي كتير، انك انت بتاخد لنج بايوبسي من واحد عنده انفيزيما او عنده كرونيك اوبستراكتيف الوي ديزيز، اول ما شكيت الابره راح مطلع على كميه ضخمه جدا من الهواء، والمريض بيفطس والهواء عمال يزيد واللنج عماله تتبطل، قبل ما توديه مستشفى ولا ما اعرفش مين هيكون خلاص راح في البتاع. فانت اي ابره قصادك تريك روح تدخلها جوه النيمي ثوركس دوت، تفضي الهواء لحد لما نوديه في حته. اي ابره في اي سبيس اي ان دلوقتي في هواء هيفطس العيان وعمال عمال شغال عمال على بطال بسرعه، فانت هتعمل ايه؟ عاوز توقف القضيه دي. اي ابره حواليك يروح دببها جوه. And this is tension pneumothorax because of the displacement of the heart to the opposite side and the depression of the diaphragm. وده الفرق بين النوموثوركس العادي والتنشن. النوموثوركس العادي الهارت في مكانه واللنج متبططه تو ذا هايلم والدايفرام حلو. اما التنشن نوموثوركس الهارت راح الناحيه الثانيه والدايفرام نزل لتحت. ده از ميديكال ايمرجنسي. التنشن نوموثوركس از ميديكال ايمرجنسي. وانت كاشعه ما تقولش اصل انا اشعه اصل ما اعرفش ايه، ما فيش حاجه اسمها كده، العيان هيموت. فانت بتلفت حواليك كده اي ابره تروح حاططها على طول جوه. And this is pneumothorax. You see the collapse of the lung. وديت الانتركوستال تيوبس الجديده اللي هي بتبقى رفيعه شويه وبتبقى راديو اوبيك. And you see the clearance of the pneumothorax الى حد ما. وده هو برضه pneumothorax. العيان عيل عنده 3 شهور respiratory distress. شيست اكس راي اللنج قد الوداع والشيست وول كله مليان بالهواء. وده نوموثوركس تاني. When they see the lung is collapsed and a very large amount of air in the hemithorax. طبعا انت مش محتاج السي تي عشان تشخص النوموثوركس الا لو كان شويه صغيرين. يعني وانا جاي لكم دلوقتي قابلني دكتور جراحه وبيبص في حاله بوتره على الموبايل، قال لي مش ده نوموثوركس برضه؟ واي لاترال نوموثوركس. ما يعني ما فيش حد لمس المريض ولا حاجات زي كده. طيب فانت السي تي لما يكون النوموثوركس قليل ما تعرفش تشوفه في البلين اكس راي الا بصعوبه، لكن السي تي سكان يعني كان سي اير موجود فيه. بس نقطة مهمة جدا أحب أقولها لك، إن النوموثوركس ما جواهوش خطوط. النوموثوركس ما عندوش خطوط.
لكن لو لقيت خطوط جوه النوموثوراكس تعرف ان ده مش نوموثوراكس ولكنه انفيزيما دازمولي. ما الانفيزيما لما تبقى كبيره جدا والبولي تبقى كبيره قوي بتبطط اللانجيا اللي تحتيه، بس انت عشان تعرف الاثنين من بعض بتلاقي جوه النوموثوراكس او اللي انت بتقلك نوموثوراكس خطوط كده، الخطوط ديت هي الجدار بتاع البوله نفسها. لكن لو لقيته كده سبيس جميل ما فيهوش اي حاجه ذيس از نوموثوراكس. ودوت لما يكون قليل حبه قليلين زي كده الانسيه. امبارح كنت بكتب حاله وبعدين في السي تي في الابدومين اخر سطر بنكتبه اللي هو كلير سكان ذا لونج بيزز، يعتبر روتين. يعني ايه؟ لانك انت اول ما تخلص التقرير تروح كاتب كلير سكان لونج بيزز من غير ما تبص عليه. فقلت لما اشوف السكان ذا لونج بيزز الكلير لقيت نوموثوراكس. يعني ما هوش كليني العيان ماشي في سكه ثانيه غير سكه النوموثوراكس. لقيت نوموثوراكس زي ده بالظبط كده، حبه صغيرين زي ده. طيب طبعا لو عملت ريكونستراكشن بالسي تي هتشوف الهواء اللي حوالين اللونج والكولابس اللونج زي ما انت شايف. لما يجي ميه مع النوموثوراكس اسمه هيدرونوموثوراكس، ودوت مختلف عن الامبايما لان الهيدرو دوت مش انفكتد، ده مجرد فلويد وهواء موجودين ان ذا بلورال سبيس. مره ثانيه التنشن اللي هو از ميديكال ايمرجنس، ما تجريش شمال ويمين وتقول يا ناس العيان هيفطس، مش هيفطس، مفيش حاجه اسمها كده. لما تلاقي نوموثوراكس والهارت الناحيه الثانيه والدايفرام لتحت والعيان هيفطس بيلقف كده نفسه، تعرف على طول ان ده تنشن وتتصرف. And this is tension في الطفل. You see the heart is to the opposite side, the lung is collapsed and the diaphragm is depressed. اخر حته في البلورا اللي هي التيومرز. قلت لك ان البناين تيومرز في البلورا معروفين نظريا. ان حد قال لك ايه التيومرز اللي بتيجي في اي مكان خلاص وانت في الشفوي عاوز تقول كلمتين ثلاثه اربعه، كنت خليك لطيف كده تقول التيومرز تنقسم الى قسمين، في بناين وفي مالين، والمالجنت ينقسم الى قسمين برايمري اند سكند. كلام حلو اهو، بدل ما تروح لطش ايه التيومرز اللي بتيجي في البلوره ميزوثيليوم، وايه كمان تسكت شويه ميزوثيليوم، وايه تاني تسكت شويه ميزوثيليوم. انا شفت ده بعيني، شفت ده بعيني، واحد بيتسال في الدكتوراه ايه السيستس اللي بتيجي في الاوفري سيستادينوم، وايه كمان سيستادينوم، وايه تاني سيستادينوم. طيب انت ليه تعمل في نفسك كده؟ قول كلام بناين مالجنان مش عارف ايه برايمري سكندري وبعدين زي ايه بقى يا ابني الحاجات البناين اللي بتيجي في البلورا. فن البلورا زيها زي اي حته في الجسم بيجي فيها فايبروما وهيمنجيوما وليبوما وكل حاجه الحاجات البناين بتيجي فيها. طيب and this is a pleural based lesion ينفع يكون اي حاجه، ينفع يكون في البلورا، ينفع يكون في اللنج، ينفع يكون في الريب، ينفع اي حاجه. لكن لما عمل سي تي طلع فات، ولما عمل ام ار طلع فات برضه، الفات ابيض في التي 1 ومسود شويه في التي 2. يعني this is pleural lipoma. هتشوفها مره وفي الغالب مش هتشوفها تاني. لكن بقى اللي بتشوفه كل يوم هو المالجن، والمالجننت لازم تقول كده في برايمري وفي سكند. البرايمري هو الميزوثيليوما والسكندري يعني الميتاستاسيس. الميتاستاسيس من اي تيومر او الليمفوما. الليمفوما في معظم الاحيان بتكون سكندري، ما بتكونش برايمري ليمفوما اوف ذا بلورا، لكن ما يمنعش ان الليمفوما تكون برايمري او تكون سكندري.
الاسبستوس اكسبوجر اللي هو بيعمل بلورال بليكس اللي احنا قلناها في الاول ممكن تتطور وتكبر وينعم الى ان تصل الى بلورال ماسز زي ما انت شايف كده مغطيه سيرفيس اوف ذا لانج وداخله في الفيشر وبتبقى مور فوليومينس عند البيز، يعني بتبقى التيومر بالك معظمه بيكون ناحيه اللانج بيز ويبقى رفيع شويه ناحيه النيت. علشان الاكسبوجر عنده ليتنت بيريود، يعني واحد ممكن يبقى اشتغل في مصانع الاسبستوس ديت وبعد 30 سنه جاله البتاع، فما تقدرش تربط الاثنين ببعض، لكن العلاقه ما هياش يعني وثيقه قوي زي ما احنا كنا فاهمين ايام زمان. الرجالة طبعا اكتر بكتير من الستات الى عهد قريب لحد لما كله بقى بيشتغل نفس الشغل. طيب انت عملت شيست اكس راي واحد عنده بلورال ميزوس فيوما، اول حاجة يا جماعة تشخيص الميزوس فيوما هو عبارة عن نون يونيفورم بلورال ثيكنينج. الثيكنينج بتاع الامبايما يونيفورم، يعني تخانه واحده دايره دايره، لكن دوت كوبب 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 نون يونيفورم نوبيولا بلورال ثيكري. طيب انت بصيت هنا لقيت ان في افيوجن، وبعدين لمحت كده ان في الايبكس بتاعت اللنج على القبه بتاعتها في خطوط ماشيه كده، يعني معنى كده ان دوت حاجه طالعه في البلور، لكن الدايجنوزس اوف ميزوس اليوم من الاكس راي صعب جدا من الاكس راي، لكن في السي تي بيبقى معقول. اما هنا مثلا عشان عيان كان عامل فيلم وبعد 3 شهور عمل واحد تاني، فبان الفرق بين الاثنين ان هنا هو كان في شويه ثيكنينج وهنا بقى الثيكنينج اوضح بكتير بالذات عند الايبكس وبقى في اوبليتريشن للكوستوفرينيك انجل. وخلي بالك ان الميزوس اليوم بتنكيس النمر، يعني بتعمل زي غلاف كده حوالين اللنج بتمنعها من ان هي تبقى نورمالي اكسباندنج وديفليتنج، وبالتالي باي تايم تلاقي اللنج ديت حصل فيها لوس اوف فوليوم وتلاقي ان الهيميثوركس اللي فيه الميزوس اليوم بقى شرينكد، يعني بقى اصغر من الناحيه الثانيه. اما لو عملت السي تي فالمنظر دوت كلاسيكي جدا، انك انت تلاقي diffuse non-uniform pleural thickening، شايف حتة تخينة شوية وبعدين أدخن وبعدين أدخن وهنا هو التخين شوية، كل السيرفيسز بتاعت البلورا الكوستال والميدياستاينال والدايفراجم. ومن الحاجات الملحوظة قوي انك تلاحظ ان الهيميثوركس اللي فيه الميزوسيليوما اصغر من الناحية التانية علشان الريستريكشن بتاع حركة الايه؟ حركة اللنج. كل الناس بتتشائم جدا من الميزوسيليوما، العلاج بتاعها ريزل جدا واستجابته للعلاج سيئه جدا، وبيقول لك ان هو السرفايفل ريت غالبا ما بيكملش سنه في الناس اللي هي بيبقى عندها، لكن دوت اون ذا افريج في ناس عندها ميزوسيليوما من كذا سنه وبتتعالج يعني. هو يعني then if you هاب ذا سي تي سكان هتلاقي البلورا تخينه، لو عملت ريكونستراكشن هتلاقي زي ما قلت لك التخن اكتر ناحيه البيز، يعني البلورال بليكس او البلورال موديولز او البلورال ماسز مور سايزابل توورز ذا بيز اوف ذا لانج. والبلورا طبعا نتيجه ان فيه كوميونيكيشن ما بينها وما بين الابدومين البلورال سبيس، حاجه اسمها بلورو بريتونيال سبيس، فممكن الميزوسيليوما اللي في الشيست تنزل في الابدومين، ودوت احد المصادر بتاعه البريتونيال ميزوسيليوما زي ما هنقول بعد كده. كمان البلورا الميزوسيليوما ممكن تعمل ميتاستاتيك ليمفادينوباثي زيها زي اي برايمري ليجن، وممكن تعمل ميتاستاسيس باي بلاد ستريم في الجسم، وممكن تعدي الناحيه الثانيه تو ذا اوبوزيت بلور. يعني كل الحاجات دهيت من الحاجات المعروفه. If you look here and you see some aeration of the lung and the lung is تقريبا كلها متحوطة ببلورال ماسز اللي هي بانت هنا كويس في الستي، and you see the bulky appearance of the masses، وده معناها انك انت بتتعامل مع ميزوسيليوما.
لما تلاقي ماسيف افيوجن تعرف ان في مالجنسي تحتيه، فتعمل سي تي. عملت سي تي لقيت البلورا نودولار ثيكنينج اند كالسيفيكيشن، الكالسيوم بتاع الاسبستوس اللي هو بيقول لك ان ديت اصلها اسبستوس فليكس وحاجات زي كده. ان كتب دلوقتي بتقول ان الميزوثيليوما بتاكل الكالسيوم، يعني لما تطلع اون توب اوف اسبستوس فليكس وكده هي نفسها بتاكل الكالسيوم، فممكن ما تلاقيش كالسيوم خالص، على عكس اللي احنا كنا فاهمينه زمان لازم يكون في كالسيفيكيشن في البليكس. وطبعا بلورال ديزيز لازم يكون معاه فيوجن، لازم يكون معاه فيوجن، لكن الفيوجن اللي مع المالجنسز بيكون هيموراجيك في الغالب، ما هوش سيروس فلويد. Then if you look carefully here and you see pleural effusion and you see nodular thickening of the pleura, then you suspect the possibility of mesothelioma and it is mesothelioma by CT. يبقى البلورال ميزوثيليوما طبعا كان invade the chest wall, كان invade the mediastinum, كان be associated by metastatic lymphadenopathy and pleural effusion in most of the cases. اي بلورال ديزيز inflammation, neoblast, emboema, murururu هيعمل uptake في البيت سكان. يبقى لو انت بصيت على السي تي ده انت عارف من الاول ان ده ميزوثيليوما، وبعدين عملت البيت سكان هيعمل ابتيك 100%، خد علاج وخف. اهو قارن الصوره ديت بالصوره ديت، طبعا البيت سكان برضو هيخف نفس الحكايه. فالسكيلتون وبعض الاماكن في الجسم البيت سي تي ملوش امباكت جبار، يعني الحاجات كلها ممكن تتشاف بيت سي تي العادي او حتى ايفن بالالتراساوند. من فين هتيجي البلورال ديبوزيتس؟ اشهر حاجه على الاطلاق البروكوجينيك كارسينوما بتمثل 40% من البلورال ديبوزيت، يليها البريست 20% وبعدين 10% لنفوما وبعدين 30% من الباقي. يبقى عندك على راس القائمه البرونكوجينيك وبعدين البريست وبعدين اللنفوما وبعدين اي حته تاني. ازاي هتعرف ان دوت ميتاستاسيز مش ميزوثيليوما؟ لازم يكون في الهيستوري برايمري مالجنس، او يكون البريست متشال ومحطوط مكانه امبلانت او مش محطوط. فالمهم بالذات في البريست لو معمول راديكال ماستكتومي فانت مش محتاج الهيستوري لان واضح قصادك ان في بريست كانسر. طيب افرض ما فيش هيستوري اوف برايمري مالجنسي، يبقى اللي انت شايفه ميزوثيليوما، لان الميزوثيليوما في البلورا از مور كومن عن الايه؟ عن الميتاستاتيك ديزيز. عرفت ان دوت رينال سيل كارسينوما، يبقى كل اللي انت شايفه دوت عباره عن ايه؟ ميتاستاسيس. واحد 80 سنه وعنده ثايرويد كانسر، وبعدين لقيت بلورال سيكنينج واوباستس في اللنج ومش عارف ايه، عملت سي تي لقيت ديفيوز بايلاترال نودولار بلورال ثيكنينج على الناحيتين، and this is pleural metastasis. عيانة عندها breast cancer، يبقى الكور اللي انت شايفها موجودة في البلورا and effusion كل دولة عبارة عن metastatic deposits. طيب دوت عيانة عندها 37 سنة وعندها dyspnea and left sided pleuritic chest pain for 1 year. عن chest x-ray massive effusion يعني في underlying malignancy، عملنا CT لقينا المنظر اللي انت شايفه، pleural masses affecting the mediastinal pleura and the costal pleura. حد هيقول why you don't consider this as a central bronchogenic carcinoma وعاملة metastasis في البلورا؟ yes we can consider، طالما ما عندكش اي حاجه تدلك على الواقع يكونسيدر دوت ميزوثيليوما، يجوز ميتاستاتيك ديزيز، يجوز لنفوما، يجوز. لكن لو المريض معروف ان هو عنده لنفوما
يعني بالليمف نود بايوبسي والكلام ده كله، وبعدين طلع عنده بلورال ماسج، يبقى الماسج ديت عباره عن ميتاستاتيك ليمفوما اللي هي نسبتها حوالي 10%. الشيست انا قلت لك من الاول، الشيست اكس راي في البلورا وفي الميدياستاينم تعبان، يعني ما بيعرفش معظم الحاجات، يعني ممكن انفيوجن، ممكن نيموثوركس، بس ما يعرفش الباقي. الالترا ساوند جبار، الالترا ساوند جبار جدا جدا جدا، بشرط ان اللي ماسك البروب يكون بيفهم الالترا ساوند. لو في واحد بيفهم في الشيست يعني الترا ساوند، ما تحتاجش ابدا السي تي ولا الام ار، لان زي ما انا قلت لك قبل كده الالترا ساوند ريال تايم ايمج، الالترا ساوند ما فيهوش اشعه، الالترا ساوند ارخص من السي تي والام ار، الالترا ساوند بيروح للعيان في الاوضه اللي هو قاعد فيها، السي تي والام ار ما يعرفش يعمل كده، الالترا ساوند مش محتاج صبغه، الالترا ساوند عنده دوبلر فاسيليتي، يعني ممكن تشوف التيشوز وتشوف الفيسلز من غير انجيوغرافي، من غير فلما يكون في جهاز عملاق بهذه المميزات وناقص له بس ان ماسك البروب يكون بيفهم، دوت ممكن يقتل فعلا السي تي والام ار. والناس اللي ابتدت تمشي في السكه ديت فعلا عملت كده، بقى بتاع الالترا ساوند هو اللي مطلوب في المستشفى كلها، والضغط والبتاع خف جدا جدا على السي تي والام ار، لان هو بيحل المشكله، وبيحل المشكله في عن جنب العيان جنب السرير، مش مثلا عايزين 5 تنفار عشان ينقلوا المريض، والاسانسير عطلان ومش عارف نروح بيه فين ونيجي من فين عشان يوصل الى موضوع الايه الفيستي. دوت كان الجزء الاولاني من المحاضره، الجزء الثاني ممكن يكون ابسط من كده شويه، انا شايف ان احنا نكمل وراه على طول، ولا انتوا عايزين تاخدوا الصراحه؟ عايز تاخدوا استراحه صح؟ انت لو خرجت من الاستراحه دلوقتي مش عارف اجيبك، فانت خليك هنا احسن ايه نكمل. الشيست وول مشكلته اسهل بكتير من التاني من البلورا، ان الشيست وول فيه ايه؟ في البريست وفي الماسلز وفي الريب والاسترنم، والبلورا خلاص خلصنا منها، والديافرام هنتفاهم معاه بعد كده في اماكن اخرى. طيب ايه الحاجات اللي احنا عاوزين نشوفها في الشيست وول؟ اول حاجه كونجنتال ابنورماليتيز، وديت يعني منتشره جدا في الامتحانات، بالمناسبه من يومين بس وقع في ايديا رزمة افلام كده كلها مكتوب عليها دكتوراه وماجستير لونج كيس وجورت كيس ومش عارف مين وحاجات زي كده. فقعدت بقى اتفرج على الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات وكده، ثلاث ارباع الحاجه ما عرفتش ايه هي اصلا، ما اعرفش الاجابه بتاعتها. واللي انا عرفت الاجابه بتاعته على طول عملت له ظرف وكتبت له تقرير وحاجات زي كده عشان انتوا تشوفوه في الارشيف. اما الباقي فانا مستني اقبض على واحد من اللي هم بينتحلوا واساله، اقول له دوت ايه وده يرضي ربنا، حرام عليكم، حاجات زي كده. المهم نعم احيانا لما يطلع لك الشريعه يقول لك حتى انا نسيت الشريعه. طيب احنا عايزين كده يعني المهم عشان بس ما نحوطش بعيد عن الموضوع. عندنا congenital lesions، عندنا inflammatory disease، وبعدين tumor، وبعدين التروما خلصناها كلها في المره اللي فاتت، وكلمنا fracture ribs ومعرفش مين وبتاع. الكونجنتال عاوزين دولت بس، cervical rib، cleidocranial dysostosis اللي هي كان ناخدها مع المسكول سكريتال، والبولاند سيندروم، والبيكتوس اكسكافيتم، والليجن اتشيست. سيرفايكال ريب من الحاجات المشهورة جدا في الكلينيكال براكتس، انك تلاقي في ضلع زيادة طالع من ذا سيفنس سيرفايكال فيرتيبرا.
والطريقه المشهوره جدا يقول لك ان الترانزفيرس بروسيس بتاع السيرفايكال ماشي بالعرض، اما الترانزفيرس بروسيس بتاع الدورسال باصص لفوق. فلو انت لقيت ترانزفيرس بروسيس ماشي بالعرض وطالع منه ضلع يبقى معنى كده ان دوت سيرفايكال، اما لو لقيته طالع لفوق وطالع منه ضلع يبقى معنى كده ان دوت دورسال فيرتيبرا. فدوت الاثنين معلش راكبين على بعض، دوت الفيرست ريب والسفيف اللي انت شايفه دوت هو الايه؟ هو السيرفايكال ريب. And this is another example of cervical rib على الناحية اليمين. طيب. بيكتس اكسكافيتم اسمها الثاني ديبريسد ستيرنم. لما الستيرنم يبقى مخفوس لجوه بيضايق القلب، فالقلب بيتزحزح اكتر towards the left side. طيب انت في الفرونتال اكس راي مش هتعرفها الا اذا عملت حاجتين. الحاجه الاولانيه اتاكدت ان العيان متسنتر، وبعدين لقيت ان كل الهارت موجود تو ذا ليفت سايد، مفيش حته منه تو ذا رايت سايد. فلما تعمل لاترال اكس راي تلاقي ان الاسترنم داخل جوه شويه، ولو عملت سي تي تلاقي الهارت راح الناحيه الثانيه. دوت اسمه بيكتس اكسكافيتم، ودوت منظر العيان. بيكون الاسترنم مخفوس لجوه زي ما انت شايف كده، والكاردياك شادو بيكون displaced to the left side، وفي الفيس تي هتلاقي زي الصوره اللي انت شايفها بالظبط. لو عملت سي تي وهي مش مستاهله هتلاقي ان الاسترنم از ديبريست، وان المسافه ما بينه وما بين الدورسال فيرتبري بقت اقل من الطبيعي، وفي الريكونستراكشن ان يو سي ذا ديبريست سترنم. الثاني اسمه بيكتس كرينيتم، عكس البيكتس اكسكافيتم، ان الاسترنم قابب لقدام، اللي هم بيسموه فيجن تشيست او بيسموه بيكتس كرينيتم، ودوت اقل في الكلينيكال براكتس من الثاني. فدوت مثلا بيكتس او فيجن تشيست او بيكتس كرينيتم، ان الاسترنم قابب لبره شويه، وهو هنا هو قابب لبره شويه. This is not associated باي مشاكل ليها علاقه بالبوزيشن بتاع الهارت، لكن الناس بتقول ان هو بتاع ده frequently seen in congenital cyanotic heart disease زي الفالوت والجماعه بتوع الترانسبوزيشن. ده هو من الحاجات الكتيره برضو في السبوتنج، انك انت شيست اكس راي شكله نورمال خالص بس ما فيهوش كلابيكلز، يعني الكلابيكلز هنا هو مش موجوده. And this is ديزيز طويل عريض اسمه كليبوكرينيال ديسستوزيس. من ضمن المميزات بتاعته ان الكلابيكلز يا اما مش موجودين خالص يا اما رودمنتري، فدوت ان شاء الله في الماسكوسكيت. ايه بقى البولند؟ البولند سندروم معناها ابسنس بارشال او توتال اوف ذا بيكتوراليس ميجر، بس يعني البكتوراليس ميجور اللي انت شايفها ديت تحتها بكتوراليس ماينور ممكن ما يكونش موجود، دوت البولند. لو عملت شيست اكس راي هتلاقي الناحيه دي ريديولوسنت عن الناحيه الثانيه، لان البكتوراليس مش موجوده، هي اللي كانت مغبشه شويه عن النمط. ان يوجوالي هذا البولند بيكون معاه البكتوراليس ماينور كمان مش موجوده، والثلاثة أربعة ريبس اللي تحتها بيبقوا ابنورمال، يا إما هايبوبلاستيك يا إما لازقين في بعض حاجات زي كده. يبقى دولت الأسوشيتد أنوماليز، أبسنس أور أتروفي أوف ذا إبسيلاترال من 2 ل 5 ريبس، أبسنس أوف ذا سمولر اللي هي البكتوراليس ماينور يعني، وأبليزيا أوف ذا إبسيلاترال بريست أور نيبل. النيبل مش موجود أو البريست اللي على الناحية ديت هايبوبلاستيك. دولت الثلاث حاجات اللي مع البولند. البولند لوحده معناها ان البكتوراليس ميجور بس مش موجود هايبوبلاست، اما الماينور كمان والريبس من 2 ل 5 والنبل كل ديت اسوشيتد فاين. طبعا في الشيست اكس راي صعب جدا انك انت تقول دوت بولند سندروم الا اذا كان الترانسلوسنسي بتاعه الهيميثوركس معاها ريب ابنورماليتيز.
لو كان معاها ريب ابنورماليتيز يعني هايبوبلاستيك ريبس وكده ممكن يهب في دماغك ان ذيس از بون. لكن من السي تي سهل جدا انك تلاقي الشيست وول ماسلز مش موجوده، الريبس ار رودمنتري، فتعرف على طول ان ده هو بولن سيندروم. ده كام واحد في الشيست وول؟ ديبريسد استرنم واسترنم قابب لبره وبولن سيندروم. خلاص كده؟ طيب الانفكشن يعني معناها ان في خراج، خراج في الشيست وول. احنا شفنا الخراج في اللنج وشفنا الخراج في البلورا وباقي الخراج في الشيست وول زيه زي اي واحد تاني، عباره عن كوره مليانه صديد او ميه والحرف بتاعها تخين واخد سبب. بكون ان هو موجود على ريب والريب فيه اوستيومايلايتس او عنده فراكشر او كل دوت ما يفرقش معاك في اي شيء. كومن قوي الانفكشن بعد الاوبن هارت، انك انت العيان عمل استرناتومي وحط سوتشرز وبعدين انفكتد فحصل اوستيومايلايتس اوف ذا سترنم والدنيا اتبهدلت كده اهوت حوالين الحته دي وبقى في انفلاماتوري جرانيليشن تيشو، وساعات يكون في هواء وساعات يكون في صديد. كل دوت ممكن يبقى موجود بعد الاوبن هارت بالذات في الناس اللي هم دايابيتكس وكده. التي بي قلنا لما تلاقي كالسيوم في البلورا تعرف على طول ان ديت امبايما وتعرف على طول انها غالبا تبع التي بي. وان التوبركلوس امبايما ساعات تخرم الشيست وول وتطلع في الشارع فتعمل امبايما لسز كانسر. اند ذس از شيست وول خراج مارجنال انهانسمنت وفي ميه موجوده ودين ذا بيكتوراليس ماسل بسبب وات ايفر. ديت الاسباب بتاعت الخراج، ان يكون بايوجينيك، ان يكون توبركلوس، ان يكون فنجس، يكون اي حاجه زي ده كده. في ميه او صديد وفي انترنال سيبتيشنز وفي هواء، كل الكرايتيريا بتاعت الخراج موجوده وفي انهانسمنت اوف ذا وول. اخر حاجه التيومرز في الشيست وول. ايه يا ابني التيومرز اللي تعب في الشيست وول؟ بناين مالجنت، والمالجنت برايمري اند سكند. خليك كويس خلاص. طيب التيومرز اللي هتطلع من الشيست وول هتطلع من المكونات بتاعته اللي هي ايه بقى؟ المصل، العظم، الكارتليج، الفات، الفايبرس تيشو، الاعصاب، البريست، الفيسلز. كل واحد من دولت بيطلع حاجه. في لايبوما، نيورجينيك تيومر، هيمانجيوما، ديزمويد، هيمانجيوبيريسيتوما، لنفوما، حاجات من دي بتعرفها من الاشعه وحاجات ما تقدرش تعرفها الا بالبيوبسي. مثلا عندنا فات كونتيننج ماس في الاكزيما، ولما تقيس الدنسيتي بتاعتها لقيتها بالماينس، يبقى حذر فذر لايبوما اوف ذا تشيست وول. كمان واحده تاني هنا هو فات كونتيننج ليجن، وبعدين هتقول لي ايه اللي عرفني ان دوت فات مش هواء؟ هو بقول لك في طرق كتيره مش من هنا، لازم تقيس الدنسيتي ولازم تعمل لونج ويندو، فالهواء في اللونج ويندو بيفضل اسود زي ما هو لكن الفات ما بيبقاش اسود وهكذا. ماينس نعم الهواء ناقص كتير 300 500 ألف الهواء، لكن الفات اقل من ناقص 200. بلورال او نيوروفايبروما او شوانوما من الانتركوستال نيرف. حد قال لك ادي شيست سي تي وادي ماس في البلورال بيزد ماس، تفتكر يطلع ايه دوت؟ هو بتقول يا ابني البلورال تيومرز في بناين وفي مالجنت، والمالجنت في برايمري وفي ساتن. البناين زي ايه يا ابني؟ نيوروفايبروما، هيمانجيوما، لايبوما، بوروروما كده. المالجنت زي ايه؟ ميزوسيليوما. يقول لك هو في ميزوسيليوما فوكال؟ ايوه في ميزوسيليوما فوكال. خلاص؟
والبتاع والليمفوما والميتاستاس. خلاص كده؟ طيب ايه الحل في البتاع ده؟ البايوبسي، ناخد بايوبسي فنعرف ده بنايم ولا مالجننت ولا الحاجات دي كده. طيب هل انت عندك علامه بتقول ان دوت بناين او مالجننت؟ ما عندناش. طب قول لنا كده شويه حاجات يعني محبذه. نمره واحد سموز سيرفيس بتاع التيوم. نمره اثنين الكالسيوم، ويتش از خطر جدا. الكالسيوم مشهور قوي في الكوندروساركوما وما هوش علامه قوي للبناين ليش، لكن اللي كويس هو الريب اللي جنب الليش. لو الريب يعني كده متداس عليه بس او عامل سكاروبينج يبقى حاجه بناين. لو هو متاكل او متدشدش او متفشفش يبقى حاجه مالجن. And this is اللي انا بقول لك عليه، ان الريب يعني ايه ممسوح كده، يعني في حاجه عامله له مقوراه، مقوراه يعني طلعت بالراحه وكبرت بالراحه وكده. And this is a neurofibroma. ديت من العلامات المحبذه وليست القاطعه. طيب واحد عنده بقليل في يعني عنده نيوروفايبروماتوزس، وتاني عنده ماسنج اكزيلا، يعني معنى كده ان هي نيوروفايبروما برضو. طيب ماس كبيره قوي هايبر فاسكولار وجواها دايليتد فيسلز ومعرفش مين، يبقى هيمانجيوما اوف ذا تشيست وول. والهيمانجيوما زي ما هتعرف بعد كده بتبقى فيري برايت في التي 2، يعني بتكون عاديه في التي 1 لكن بتكون في التي 2 بيضاء قوي قوي، ولو حنتها صبغه بتاخد صبغه كويس جدا. طيب تعالى بقى للليجن دوت، وده مهم جدا، اللي هو اسمه إلاستو فايبروما دورسال. This lesion is an incidental finding. ايه اللي بيحصل؟ الهيستوري دوت كلاسيكي جدا جدا جدا. واحدة ست كبيرة في السن بتستحم، عملت ايدها كده حست ماس، جالها الفزع. الماس ده هي في الشيست وول ورا الاسكابيل على طول عند الانفيرير بوردر بتاع الاسكابيل. فريكونتلي از بايلاترال، وساعات تكون سيمتريك وساعات ما تكونش سيمتريك. المشكله الاساسيه هي في الميس انتربريتيشن، انك انت لقيت ماس ان ذا تشيست وول ساركوما، وبعدين بايوبسي، وبعدين مش عارف مين، وبعدين ذيس هيستوري از فيري كلاسيك. واحده ست كبيرة في السن incidentally found has a lesion which is usually bilateral. لما تلاقي الليجن دوت بيكون تحت السيريتس انتيرير ماسل، هي ديت السيريتس انتيرير والليجن بيكون تحتها، وعشان اسمه كده الاستو فايبروما فهو معمول من فايبرس تيشو والاستيك تيشو وفات. الفات ده هوت بيكون هو الخطوط السوداء دي. الليجن ده لما تشوفه تقسم بالله العظيم، ساعات احنا ما بنشوفوش خالص، مجرد بس في التليفون الست بتقول كده ما تبيش ما تعمليش حاجه. This is benign lesion incidentally found، ولا ليه اي لازم. Then the lesion is present usually bilateral and the patient is usually female and of old age. وهذا الليجن مخطط، هو رمادي شبه المصل شبه السيريتس، ولكن مخطط خطوط سوداء due to the presence of fat. وبعض الناس بتسميه فايبرو اليستو لايبوما او لايبوماتس اليستو فايبروما، يعني عشان تفتكر ان هو الكومبوننت منه عباره عن فات. فلما تلاقي ليجن زي كده كتير، عشان يعني انا بشتغل موضوع بروكسز وكده، فيجي لك حد زي كده فتقسم له بالله العظيم ما انتش محتاج البيوبسي وده مش كانسر ولا اي حاجه خالص وبتاع. بعض الناس بتقتنع وبعض الناس يقول لك الا تاخد البيوبسي. معنى طيب شيست وول تيومرز اللي هو ماس بقى جزء منها بره جزء منها جوه، اند ذس از مالجننت. مالجننت زي ايه يا ابني؟ انت برايمري وسكن، خلاص برايمري زي ايه يا ابني؟ سوفت تيشو ساركوما، كوندرو ساركوما، فايبرو ساركوما،
اي قومه تفتكرها تنفع. خلاص؟ طب سكندري زي ايه يا ابني؟ ميتاستاتيك ديبوزيتس من البرايمري ما اعرفش في اللنج او برايمري في الجسم او برايمري في البلورا او ليمفوما. يعني مش كل حاجه سيستا دينوما. وايه تاني؟ سيستا دينوما برضه. المهم اذا عندنا ماس ان ذا تشيست وول وانفلتريتد ريبس ودخلت لجوه شويه. خلاص؟ اذا انت شايف ان الماس ديت ديسترويد ريبس تبقى مالجنا، شايف ان زحزحت الريبس بس من بعضها كده جايز تكون كنا جايز تكون مالجنا. And this was fibrosarcoma of the chest wall. الناس الصغيرين في السن فكر في الايوينج. الايوينج من الحاجات اللي بتطلع في الشيست وول وساعات تطلع في البلورا. يعني ممكن يكون بلورا الماس بس وتطلع ايوينج ساركوما. And this is an example. واحدة عندها 19 سنة ماس والماس اتكسرت الريب. دوت لو انت مش عارف السن التشخيص كوندروساركوما كويس جدا عليه، لكن لو سنه صغير فكر في الايوينج. And this is ايوينج ساركوما 16 سنة ماس كبيرة جدا في البلورا invaded the chest wall وخرجت بره الشيست وول والريب اللي في الحتة ديت ضاع خالص بقى متكسر. And this is ايوينج ساركوما. Invasion of the chest wall by الماسز اللي بره البريست. بريست كانسر وممكن بعد لما يكبر ينفيد البكتوراليس وبعدين يدخل على الشيست وول زي كده. And this is breast carcinoma وانفيدد ذا تشيست وول muscles. مش لازم تدخل جوه اللنج، المهم انها شبكت في البكتوراليس وشبكت في المسلز اللي جنبها. من اشهر التيومرز اللي جوه اللنج وبتنفيدد تشيست وول البانكوست. البانكوست تيومر اللي هو موجود عند الايبكس بتاعت اللنج وليه علاقه جباره جدا بالبريكيال بلكسس والسبكليفين ارتري والسبكليفين فين. وقلت لك ان لازم نعمل حاجه والحاجه ديت لازم تكون ام ار وساجته عشان نعرف اذا كان التيومر دوت انفيدد واحد من الثلاثه دولت فيبقى مش اوبربل. لكن لو كان ملوش دعوه بالثلاثه دولت ممكن يبقى احتمال يعني يحصل ايه؟ اوبريشن. Then in the chest x-ray there is a mass at the apex of the lung. By MRI and you see the mass at the apex of the lung وخرجت لبره جايز تكون عملت البريكنج بليك. جايز. لما تقدرش تقرر الا لما تشوف السجدة. وانا حذرتك قبل كده الموضوع ده مهم جدا السجدة في البانكوست. فلما تعمل سجدة تلاقي ان معظم التيومر ورا ما هوش قدام وان البريكيال بلكسس والساب كليفن ارتري والفين سولار. معايا يا جماعه الخير؟ طيب اذا لو انا سالتك كده قلت لك البانكوس دوت يتعمل عمليه ولا لا تقول ايه؟ لا ليه؟ ما هو سجت لو ها؟ عشان؟ عامل انفيجن لمين؟ بص يا عم الريس دوت الساب كليفن ارتري وده الفين. طيب انفيدد ولا لا؟ لا طبعا البريكن بلكسس بس الحته دي ما هم ثلاثه مترصصين جنب بعض. الاول البريكن بلكسس وبعدين الارتري وبعدين الفين. خلاص كده؟ ايوه. طيب بس انا بقول لك هم انفيدد ولا لا؟ انت بتقول لا انا بقول لك ايوه. طيب يبقى اذا this tumor has invaded the brachial plexus. وبعدين بص بقى على علاقته بالسب كليفن ارتري. قرب يحوطه كله قرب يحوطه كله يعني شكله دخل في وسط التيومر. طيب chest wall invasion by lung cancer اتكلمنا عليه قبل كده. قلت لك البرونكوجينيك ممكن تنفيد الشيست وول وكان زمان دوت بيعوق السيرجري. دلوقتي لا بتشيل الشيست وول بالتيومر بكله. وقلت لك في السي تي العلامتين الرئيسيتين بتوع الشيست وول انفيجن باي برونكوجينيك كارسينوما هم ريب ديستراكشن وتيومر اوتسايد ذا ريب. هم دولت العلامتين. طيب من الشيست اكس راي تقدر تعرف
ان في شيست وول انفيجن ولا لا عن طريق الريب ديستراكشن. خلاص؟ اما في السي تي ممكن تشوف بقى انفيجن اوف ذا شيست وول من غير ريب ديستراكشن. هل الميزوسيليوما هتنفيد الشيست وول؟ طبعا الميزوسيليوما كان انفيد الشيست وول وتطلع بره وتروح الناحيه الثانيه. طيب قال الشيست وول كان بي انفولفد باي ليمفوما؟ اي نعم، عيان عنده ليمفوما ممكن يجي له شيست وول ديبوزيتس ليمفوما، وممكن يحصل له برايمري ليمفوما اوف ذا شيست وول، دوت ودوت يجوز. وممكن يكون عنده ليمفوما في الميدياستاينم اللي احنا قلنا عليها قبل كده، واحده من الاربعه تيه وانفيدد ذا تشيست وول، صح؟ يبقى الليمفوما اوف ذا تشيست وول برايمري او ميتاستاتيك من حته بعيده، او انفيجن دايركت انفيجن من ميدياستاينال ايه؟ ميدياستاينال ليمفوما. العيانه عندها 82 سنه ومعروف ان عندها نون هودجكن ليمفوما، جالها ماس في الاسترن، ما دام الماس ديت ايه؟ ليمفوما طبعا، ميتاستاتيك ليمفوما. لكن افرض ان انت مش عارف الهيستوري، التشخيص بتاع دي كوندرو ساركوما. اشهر ماس بتطلع في الاسترنم هي الكوندرو ساركوما. طيب البون تيومرز بصفه عامه احنا هنفرهم كده، لكن احنا بنقعد نتكلم عليهم كتير قوي في الماسكولوسكليتال سيستم. اول حاجه فايبرس ديسبليزيا. فايبرس ديسبليزيا في الريبس مشهوره، والفايبرس ديسبليزيا ليها تعريف كده اسمه لونج ديزيز ان ا لونج بون، يعني ديزيز طويل في عظميه طويل، مش بتاع قد كده بارزه من حته، لا فايبرس ديسبليزيا معناها ديزيز طويل في عظميه طويل. And this disease is expanding، يعني بينفش العظمية وبيعمل ground glass appearance of the affected part. And this is an expanding lesion. قليل قوي يا جماعة المالجنانت لما يكون expanding، قليل. ال expansion علامة البناين. ال expansion علامة البناين. And this patient is asymptomatic وعنده lesion expanding in the rib. And this is fibrous dysplasia. وده هو برضه fibrous dysplasia in the rib. ده المنظر دوت معروف باسم الاوستيوكوندروما او cartilage cap exostosis، وهو نادر جدا لما يكون في الشيست، نادر جدا يعني، ممكن في الهيومرس لكن قليل قوي لما يكون في الاسكابيلا او في الريبس. فديت حاله من حالات الارشيف اللي عندنا. اما بقى الليجن المشهور قوي في الشيست وول هو الكوندروساركوما، بشرط ان يكون فيها كالسيوم، ولو كان الماس متسنطره على الاسترنم اول واحد تفكر فيه هو الكوندروساركوما. ده الكوندروساركوما از مالجنانت ليجن، يعمل ريب ديستراكشن سوفت تيشو انفيجن اند كونتينز ماتريكس كالسيفيكيشن، وديت علامه الكوندروساركوما. دي عيانه كان عندها بريست كانسر، والبريست كانسر انفيدد ذا شيست وول وبعدين حصل فيه كوندرو ساركوماتس ديفرنشيشن. طبعا انت مالكش دعوه خالص بالقضيه دي، انت ليك دعوه ان في تيومر كسر الدم. قال لك ان الست دي عندها بريست كانسر يبقى ده متاستاز، ما قالكش عندها حاجه خالص يبقى دوت كوندرو ساركوما. دوت بقى عيان منشور على الانترنت بيقول لك هو ما بيشتكيش من اي حاجه خالص الا ان هو ما بيعرفش يكتب، يعني مضايقاه البتاع بس كده، ما بيشتكيش من جنس حاجه خالص الا ان في حاجه مضايقه دراعه، باظه كده مضايقه دراعه. And this was low grade chondrosarcoma. مثلا البلازما سيتوما هي الحاجة الوحيدة اللي اكسباند تقريبا، يعني الاكسباندنج ومالجنت. انا قلت لك اكسبانشن معناها بناين الا في البلازما سيتوما. البلازما سيتوما بتتعرف بالبايوبس، يعني مثلا لو انت لقيت ضلع وما فيهوش كده تفكر في الفايبرس ديسبليزيا، لكن لما تعمل سي تي وتلاقيه متقرقد وفي زي يعني سنسيشن وبينج مالجنت، زائد ان في تشينجز في الفرتبري اللي جنبها وفي نقر 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 صغيره اللي هي بتاعه المينوما، then you know that this is myeloma.
في الشيست اكس راي صعب جدا انك تشخص الميلوما في الريبس، لكن في بعض الاحيان يعني بيبقى مع الشيست ده اسكال، والاسكال فيها كور كور كور، فانت ما تعرفش على طول انها ميلوما. الميلوما بتعمل اوستيوبروزس وبتعمل فيرتيبرال كولابس. مع المناظر بتاعه الشيست ممكن توصل من السي تي دوت الى ان هي ميلوما. اما لو كان المنظر ده فده كلاسيك ابييرنس اوف مالتيبل ميلوما، ده مع دول يبقى خلاص كله ديزيز واحد. ان عندك انت ليجن هنا، انت في الشيست اكس راي افتكرته بالمونري ديول، عملت سي تي طلع واكل الريب وداخل لجوه شويه، مع الميلوماتس ديبوزيتس ان ذا سكال، يبقى ده هو مالتيبل مايلوما. ده هو نفس الحكايه بي اكسباندنج ليجن هنا واكسباندنج ليجن هنا وهنا. و لسه انا قايل لك الفايبرس ديسبليزيا از ا لونج ديزيز ان ا لونج بون، لكن كور دوت مش فايبرس ديسبليزيا. قليل قوي قوي الاوستيوساركوما لما تطلع في الشيست وول، قليل جدا. لكن لو انت لقيت ماس في الاسترنم تفكر جامد انها تكون كوندروساركوما. ان كون ان دي طلعت بالبايوبسي اوستيوساركوما انت مالكش دعوه، لكن انت عاوزك بس تبقى عارف ان الاوستيوساركوما is one of the lesions that can occur in the chest wall، ممكن في الريب وممكن في البلورا وممكن في الاسترن. طيب ميتاستاسيس، ودوت اللي انا بقول لك عليه في الامتحانات لما يجي صوره زي كده ما تقولش في برايمري ولا ما فيش، باين قوي ان في هنا اهوت بريست امبلانت وان في راديكال ماستكتومي، يبقى في برايمري. يبقى الليجن اللي انت شايفه دوت في الضلع وسكلروتك ومعاه اكسترا اوستيا سوفت تشوماس انه ميتاستاسيس. طيب عيان عنده رينال سيل كارسينوما وعنده هذا الماس الكبيره، يبقى ميتاستاتيك ديبوزيت. طيب عيان عنده بينفول تشيست وول ماس اللي انت شايفها ديت كده، وبانت هنا اهوت في التشيست اكس راي، وجزء منها لبره اهي، جزء منها لبره وجزء بسيط منها لجوه. And this patient عنده follicular thyroid cancer، يبقى اللي انت شايفه دوت ميتاستاتيك ديزيز. ما تعرفش حاجه في الهيستوري يبقى ده هوت malignant تشيست وول ماس. زي ايه يا ابني؟ برايمري كذا كذا هوما ساركوما عفريت بتاع، وداس سكندري زي الميتاستاسيس والليمفوما والبتاع. طيب ماس في الشيست وول وعامله ريب ديستراكشن، ايه رايك يا ابني؟ قول يا ابني. يا ابني بتتقال مرة واحدة وبعد كده تسمع بقى الحاجات التانية واللازم. طيب مفيش هيستوري، مفيش هيستوري خالص، يبقى الديفرنشال دايجنوست. قال لك اختار، تختار الميتاستاسيس، تختار الميتاستاسيس لو كانت في الريب زي كده which is common، لكن لو كانت في الاسترنم تختار الكوندرو ساركوما. طيب يبقى عندنا ماس متسنطره على الضلع، نصها اللي بره قد نصها اللي جوه، and this is malignant. malignant either primary or secondary. primary زي chest wall sarcoma رورورورورورو، metastasis زي اللي جايه من الحته الثانيه او اللي فوق. and this patient عندها ميلانوما وعندها splenic deposits وعندها chest wall deposits، يعني في masses in the muscles و masses in the axillary lymph nodes. وهذا المريض عنده masses في البلورا وعنده ماس دخلت في الشيست وول وطلعت لبره. ايه دولت يا ابني؟ ميزوثيليوم. البلورا اللي هو داير داير وكده ميزوثيليوم. في اي possibilities ثانيه؟ اي نعم، ممكن تكون metastasis وممكن تكون لفوق. إذا الشيست وول عنده حاجات مميزة بتعرفها من الأشعة زي الخراء، كورة مليانة مية والحرف بتاعها واخد سبع، زي اللايبوما، كورة مليانة فات وبتقرب الماينس،
زي الليبوساركوم، لما يكون الفات معاه اذر سوفت تيشوز يبقى ساركوم، لما يكون فات صافي يبقى ليبوم. زي الهيمانجيوما والارتيريو فينس انهانسمنت جامد، هاي سيجنال في التي 2 فاسكولار كتير كتير وزين ذا تيوم. زي الكوندروساركوما بالذات بتاعت الاستر. زي الميتاستاسيز بالذات لما يكون في هيستوري او يكون في ميتاستاسيز في حته ثانيه، يكون في الليفر او كده. الهايجروما اللي هي السيستيك ليمفانجيوما موجوده في النيك اصلا، وساعات تسرح في الشيست وساعات تجري على الشيست وول، وديت معروفه بمكانها ومعروفه بالميه اللي جواها. طيب ليجنز ويز نو سبيسيفيك كاركترز فور نور اسوشيتد ويز اذر ليجن، يعني عندك ماس في الشيست وول ما عندهاش كاركترز معينه وما معهاش ليجنز ثانيه في اي حته ثانيه، يبقى الماس ده هي از يوجوالي سوليد، ولو اخترت تختار الديبوزيت. لكن في ليجنز ثانيه زي المايلوما لو كان الليجن اكسباندنج، زي الساركوما لو كان الريد متكسر، زي الليمفوما لو كان العيان عنده مثلا هيستوري اوف ليمفوما او كده. تعمل ايه في القضيه ديت؟ تاخد بايوبسي علشان تعرف ايه الموضوع. انفيجن باي انترا ثوراسيك باثولوجي، جوه اللنج في برونكوجينيك كارسينوما اشهر واحد بينفيد الشست وول، في ليمفوما في الميدياستاينم انفيدد ذا تشست وول، ميزوسيليوما في البلورا انفيدد ذا تشست وول. Yes.